بونجور عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دخلنا في فصل الصيف والحر بتاع فصل الصيف، وحبيت اقول لكم يعني ايه الصيف ويعني ايه الجو حر بالفرنسي. الصيف يعني ليتي، ليتي ال ابوستروف او اكسون تيغو تي او اكسون تيغو، يبقى ليتي يعني الصيف. طيب الجو حر، il fait chaud. إلا إلا في F A I T شو C H A U D. طيب يبقى هقول on été يعني في صيف، on été E N été E accent aigu T E accent aigu il fait chaud إلا في F A I T شو C H A U D. جملة بسيطة النهاردة وسهلة وسهلة قوي انك انتوا تحفظوها، واشوفكم على خير في فيديو برضو بسيط كده ولذيذ. وبون جورني، يوم سعيد. ميرسي، أو